موضوع يعني واخد ترند طول رمضان، يا ترى نعيم هيخون ولا مش هيخون في جعفر العمدة؟ والناس كلها كل يوم تكهنات كبيرة جدا، ايه اللي هيحصل؟ ويا ترى نعيم ده هيفضل مكمل طيب كده على طول؟ واللي يكتب لو نعيم خان يبقى يا جماعة خلاص كده انا مش هآمن لحد في الدنيا. فنان عصام السقا الحقيقة يعني كان ليه آلاف المعجبين في رمضان ده، وواحد من النجوم اللي تألقت في دراما رمضان السنة دي من خلال مسلسل جعفر العمدة، ويمكن هو كان مشارك في عدد من الأعمال، إلا أن يعني نعيم كان متصدر دايما الترند، والناس بتتكلم عنه، والناس كل يوم تكتب شكوك بقى مختلفة، ده هيخون جعفر مع ثريا، ده سيف هيطلع ابنه، ويعني كل الناس كانت بتكتب قصص، ودايما الناس كانت بتكتب التكهنات، وكل واحد كان بيبقى متأكد من تكهناته وكأنه عارف أحداث الحلقة. دلوقتي معانا على التليفون الفنان عصام السقا، طبعا ببارك لك على النجاح الكبير في جعفر العمدة، ليكوا جميعا وكل سنة وانت طيب. مساء الخير يا هدير، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وفي أحسن حال وستر وخير يا رب، وكل الوطن العربي يا رب دايما طيبين. وانت طيب. شفت ازاي اجماع الناس على شخصية نعيم وحب الناس الكبير لشخصية نعيم؟ يمكن الناس كانت بتقول انه بقينا مفتقدين شكل الصاحب الجدع اللي طول الوقت كويس، اللي طول الوقت امين ما يخونش صاحبه، والحالة اللي الناس كانت عايشاها على مواقع التواصل الاجتماعي مع كل حلقة الناس كانت مستنية، لا ما هو اكيد نعيم ده مش هيفضل كده كويس لحد اخر المسلسل. بصي، هو حالة الجدل اللي حصلت فكرة وجود صاحب وفي، يعني هي ظاهرة انا نفسي كنت مخضوض منها، فكرة ان الناس مش واثقة ان كل اللي حواليها كويسين مش كويسين، حد تعرض لتجربة من حد قريب منه سواء صاحب او قريب او حد كان بيثق فيه واكتشف ان هو مش مناسب للثقة دي، وان هو اتخدع فيه، كل الحاجات دي هي اللي عملت حالة الجدل على نعيم. يعني انا حتى وانا بأسس الشخصية في البداية خالص مع استاذ محمد سامي، انا وانا بقرا الورق، هو نعيم شخص جدع جدا وشخص طيب وشخص مثالي، يعني بحب جعفر جدا وفي ظهره وفي كتفه وما بتخلاش عنه طول الاوقات، ولكن قلت للاستاذ محمد سامي طب ايه رايك ما نعمل رياكشن تبقى مديه احساس طول الوقت للناس ما بين 50% هو كويس و 50% لا انا ممكن فعلا اشك فيه، لان هو جعفر عنده كوارث طول الوقت وعنده مصايب طول الوقت بتحصل له من الناس القريبين، ونعيم طول الوقت شايفينه جدع، لا استحاله هيكمل بالشكل. وانت كمان على السوشيال ميديا كنت بتتدخل وترد على الناس وكل يوم كنت بتزود الحاله دي اكتر، يعني احنا كنا عاملينها جيم، يعني هي كانت جيم دمها خفيف جدا، وهي عملت الحاله اللي بقول لك عليها من شويه، موضوع فعلا اكتشفت او احنا كلنا اعتقد، يعني ما فيش حد عنده في دايره حياته ما تخذلش من حد قريب، صحيح لازم بصي لازم، يعني على مرحله الحياه لازم يبقى في حد كنت واثقه فيه جدا واكتشفت ان هو مش قد الثقه دي، حد كنت فاكره ان انت لا قدر الله في مشكله او في ازمه كبيره هيبقى هو اول حد، واكتشفت ان هو في اخر الصفوف هو مش موجود اصلا. واستاذ محمد سامي بصراحه سمع وجهه النظر دي، وبقينا بنأسس لها طول الوقت في كل مشاهد نعيم، يعني انت مشاهد نعيم هتلاقي دايما في رياكشن لنعيم، طب هو انت فرحان ولا مش فرحان؟ هو طب بس طبعا بعد ما الشخصيه اتكشفت دلوقتي لو رجعت لكل الرياكشنز هتلاقي لا كلها مناسبه لجعفر وكلها لايقه على الحدث. كان في مشاهد كتير فيها يعني دموع قويه جدا جدا جدا، ومشاهد فيها مشاعر كبيره كنا كلنا بنتاثر بيها، ازاي كنتوا بتحضروا المشاهد دي وما هياش مشاهد سهله؟ بصي والله، يعني احنا كلنا من اول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا تصوير، احنا داخلين ننجح، كلنا داخلين نعمل حاجه حلوه، الورق كان حلو جدا بصراحه، ورق عظيم جدا، كل الناس كانت متحمسه، كان في تشجيع كبير جدا جدا بدايه من شركه الانتاج لكل الابطال، يعني انا بصراحه كواليس كانت هايله جدا. داخلين محضرين، كله جاي مذاكر الشخصيه بتاعته قبل التصوير، كنا بنقعد كلنا على بروفات ممكن بنقعد بالساعات، يعني احنا ما كانش عندنا فكره،
يلا يا جماعه احنا هنصور النهارده قدامنا 10 ساعات وهنمشي. لا احنا كان ممكن نقعد ل 18 و20 ساعه في اليوم ونروح ننام كام ساعه ونرجع بسرعه تاني على الديكور بتاع الحاره عشان نكمل الشغل بتاع الناس جايه عايزه تنجح. كلنا كل زمايلي بصراحه ما فيش حد انت هتبصي في المسلسل انت هتلاقي اللي حتى جه عمل دور صغير جدا هو ما زال مؤثر منور، وده الفارق الحقيقه في جعفر العمده، انه الناس اتعلقت بالشخصيات مش بس بالنجم محمد رمضان، اتعلقت بكل شخصيه موجوده في المسلسل، كل شخصيه منوره بالضبط. وليها توليفه مخليه الناس متعلقه بيها. كل شخصيه لها حاله الناس توحدت معاها. يعني في ناس مفتقده لصاحب الجدع واللي بتثق فيه فحبه نعيم. شايفين ان لا ده انا ليه ما عنديش في حياتي حد زي نعيم. في ناس حبت ثريا شايفينها الست الطيبه اللي دلال كانت عامله فيها كل البلاوي دي وهي ما زالت وهي الحقيقه مي كساب عملت دور لذيذ جدا 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 قريب من الناس قوي عفوي بشكل كبير جداً. دلال طبعا والشر دايما بياخد مساحه مع الناس. الفنانه ايمان العاصي دلال برضو هتشوفها طول دورها من اول المسلسل انت شايفها شكل الملائكه مستحيل اصلا كنت تشك فيها يعني شايفها طيبه ووشها ملاك جدا. كل انا يعني بصراحه كل زمايلي يعني احنا تفاصيل التحضير والبروفات اللي كانت بتتعمل والمجهود اللي اتعمل احنا كنا واثقين والله في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هننجح. يعني خلي بالك الكواليس لما بتبقى حلوه والناس حابه بعض ده بيظهر للجمهور. يعني هو مش بس بيظهر الوشوش بتاعه الممثلين على الشاشه وخلاص. اللي عارفه انت طول ما الناس حابه بعض الناس داخله ايدها في ايد بعض معاكي ورق قوي جدا معاكي مخرج يعني بعدين شايفين رد الفعل في الشارع عامل ازاي. يعني الراجل اللي بوجه له كل الشكر والتحيه لانه صحيح طبعا يعني محمد سامي يعني عامل حاله عظيمه في المسلسل غير طبيعي سواء في التاليف هو استاذ مهاب طارق والسيناريو والحوار وسواء في الاخراج استاذ محمد رمضان الراجل كان داعم لكل الناس حابب كل الناس تنجح وكل الناس تنور. ما عندوش مشكله ان يبقى في ممثل بيقول مشاهد اكتر ما عندوش مشكله ان في ممثل هيقول جمل يعني ما عندوش مشكله خالص. هو عايز كل المركب اللي فيها عارفه توصل لبر الامان بكل نجاح وكل وده كان باين على الشاشه في كل حلقه من حلقات المسلسل واعتقد انه ده السر الكبير ورا نجاح المسلسل. عايزه كمان اسالك عن اصعب مشاهد بالنسبه لك في المسلسل. لا مشاهد كتير قوي عندنا شويه نكت حلوين انا بس النهارده الحقيقه برضو الخناقه كانت كوميديه وكان ليها ستايل مختلف شويه يعني عجبتنا كلنا والقفله عجبت الناس كلها الحمد لله. الناس كانت متخوفه جدا وده كانت الرساله اللي دايما بتقابلنا في الشارع اصلا ومش هنسامحكم لو نكدتوا علينا في العيد اكيد قريتوا الكلام ده يا لهوي لا ده انا في الشارع الناس كانت متخوفه جدا ان سيف يحصل له حاجه طب جعفر هيحصل له حاجه طب انت هتغدر بجعفر طب وامانات بقى طب والنبي اخي وحياه صيامك اوعى جعفر تسيبه طب ما تبقى الناس يعني كانت حابه الشخصيات لدرجه بقول لك ان هي حاسه ان هي القصه اتاثرت بيها يعني قضيه راي عام حقيقيه متوحده معاها جدا. والرسائل اللي اتكلمنا عليها في النهايه مساله التعدد وعيوب ده والربا ده كان مهم جدا انه يوصل من خلال مسلسل جماهيري زي جعفر العمده. بالظبط الرساله كانت واضحه في الاخر وحتى مساله الربا برضو يعني الفكره بتاعت الفوائد يعني هو يعني الناس في الاول كانت فاكره ان في تشجيع لا بالعكس هو المسلسل قفل وضح كل نقطه نهايتها ايه والرساله كانت واضحه يعني واضحه من خلال المسلسل في الاخر يعني هتمشي في الطريق ده هتلاقي ده وهتمشي في الطريق ده هتقابل ده. انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى واللهم لك الحمد ولك الشكر كان في توفيق كبير جدا من ربنا. بشكر كل الناس بالكامل وكل الكرو انا حابب اشكرهم من عندك يعني كل الناس اللي كانوا ورا الكاميرا عملوا مجهود عظيم 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 من اصغر حد لاكبر حد وربنا يا رب يكرمنا ويوفقنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. عايزه يعني اقف معاك عند موضوع المشاهد واصعب المشاهد بالنسبه لك واعتقد انه الناس كلها كانت بتتكلم عن تطور اداء عصام السقا تحديدا في جعفر العمده ويمكن انت عندك رحله كبيره لحد ما بقينا النهارده نشوف يعني نجاح كبير زي نعيم يوصل للناس بالشكل ده فدي كمان مهمه جدا تكون رساله للناس اللي دايما بتشوف يمكن عندها احلام لكن احلامها صعبه احلامها بعيده مش عارفه الطريق ازاي.
بصي، هو الرحلة ما بتبقاش ما يعني لا تصنع في يوم، والمشوار أكيد مش سهل طبعا، وأكيد مش بسيط. يعني أنا في التجربة دي من 2009، آخر 2008 كمان، وكان في حاجات كويسة، حاجات ما وفقتش في الدخول فيها. في فترة ما اشتغلتش لأن ما يعني كنت بعدت شوية، حصل تفاصيل كتير جدا، ولكن كان عندي إصرار وكان عندي عزيمة، اللهم لك الحمد، إن أنا هكمل، وبإذن الله إن شاء الله وأنا واثق في ربنا إن أنا هنجح. يعني شخصية نعيم، إحنا كان معانا الورق، معانا 30 حلقة قبل أصلا ما ندخل نصور. فأنت داخلة تصوري العمل ومعاكي 30 حلقة مكتوبين فيهم تفاصيل الشخصية زي ما بيقول الكتاب، فذكرت كويس جدا. عشان كده انا بقول لك حتى في اول المكالمه ان انا لما قعدت مع استاذ محمد سامي وانا بحط تفاصيل الشخصيه وانا بذاكر وانا بشتغل عليها، كان في خلاص في وقت قعدت تفكري، طب ما احنا ليه ما نخليش نعيم ده يروح في دايره شك؟ ليه نعيم يفضل شاب طيب وجميل كده؟ طب ما احنا ينفع نلعب فيه في الناحيتين، لان نعيم ده شخصيه حقيقيه، ينفع فعلا يبقى طيب كلنا جوانا الخير والشر، يكتشف ان هو محضر لنا مصيبه والعكس. فكره ان انت معاكي الورقه فعارفه تحضري، فداخله لابسه الشخصيه بكل تفاصيلها باللزمات بتاعتها. يعني انا كان عندي وانا بذاكر المشاهد، انا كان في رياكشنز انا كاتبها، يعني انا عارف ان لما جعفر هيقول لي هنا انا اصلا هرد هنا برياكشن عامل ازاي. التفاصيل دي كلها فرقت، هي دي اللي ظهرت على الشاشه. قعدت شهرين بعد يعني لما خدنا الورق وقعدنا عملنا بروفات انا وزمايلي، وبعدها قبل التحضير بتاع التصوير، كل ده كنت قاعد شغال على الشخصيه. وكنت باخدها من الشارع، يعني انا خدت شخصيه نعيم دي من حد. حد انا شايف ان هو نعيم في حياتي، حد قريب من الراجل اللي مكتوب بالشكل ده. المشاهد الصعبه مشاهد، عارف انت المشاهد اللي هي فيها احساس بالوجع والكسره، يعني المشهد اللي بينه وبين فتوح احمد اللي هو في اول الحلقات لما بروح له اقول له انت ليه يا بابا ما كبرتنيش وخليتني زي جعفر؟ ليه سبتني يا بابا صغير؟ المشهد متكرر في حالات حوالينا كتير جدا، ان اب مش قادر يحتوي ابنه مع انه عنده من الامكانيات الماديه والحاجات اللي حواليه انه يقدر ياخد ابنه ده ويطبطب عليه ويحتويه ويخليه تحت دراعه، عشان هو حتى كلمه ليه ما خلتنيش ابقى ظهرك وسندك وسبتني اروح لجعفر، مع اني عمري ما بصيت لجعفر في حاجه، ده جعفر اخويا. فكره الشخصيه ان انت حاسه انها مرتبطه بالشارع، فكره الاب اللي مش بيحتوي، الاب اللي مش بيطبطب، الاب اللي مش مركز غير في الفلوس وبس، مش مهم عياله عاملين ازاي، فودات بقت في طريق، وابنه اللي هو المفروض يبقى ماسك شغله وماسك حالته شغال عند حد تاني. ده كان مشهد صعب، ولما حتى قعدت انا واستاذ فتوح قعدنا نذاكره شويه قبلها بكام يوم قبل ما نروح نصوره، انا قلت له انا اعرف حد في حياتي شبه نعيم مع ابوه، يعني عنده نفس القصه، يعني ابوه عنده التفاصيل الجميله دي كلها ولكن مش محتويها، هو رمي، مش واثق فيه، مش مديله ثقه، او مش مآمن ان هو يشيل التفاصيل دي كلها والفلوس والحاجات دي. مشهد كان صعب جدا لان كله احساس بالوجع. المشهد اللي بيني وبين وداد لما بينزل هو وسيد ويلاقي وداد قاعده على جنب شوقي بتتجوز، مشهد فيه كسره، مشهد فيه خداع، مشهد فيه صدمه، مذهوله مش مصدقه اللي بيحصل، وبتكتشف ان هي كانت بتدبر ده بقالها 7 شهور وعاملاه بشكل قانوني وعاملاه عادي جدا، اللي هو انت مش عارفه تاخدي رد فعل. وحكيم ونعيم ده شخص حكيم جدا في ردود افعاله، هو مش متهور ومش متسرع، فدايما بيدي لنفسه فتره ان هو يفكر، هو ما بيندفعش فبياخد رياكشن واكشن في نفس اللحظه، لا هو
بيتأنى في كل موقف وبعدين يبقى ليه رد فعل. فهو الإحساس بتاع إن هو نزل لا وداد في الشارع وسط الأهل، أهل المنطقة وسط الناس وقدام عيلته، ده من ضمن يعني مشاهد. عايز أقول لك المشهد ده بعد حتى ما خلصنا أنا وفهيم، يعني مثلا قعدت مثلا حوالي ساعتين ثلاثة ما بتكلمش بعد المشهد، بعد ما قلنا كات وخلاص وبنحضر للمشهد اللي بعده، لأن هو يعني تفاصيل ان انت بتعملي المشهد بقلبك وباحساسك وبتستحضري حاجات حواليكي وفي حياتك وتبقى حاسه بالموقف اللي ممكن بني ادم يتحط فيه، بيبقى اصعب بكتير قوي من مشاهد الاكشن، بيبقى اصعب كتير جدا من المشاهد اللي بنقول فيها كلام كتير وبتاع. الاحساس وانك تطلعي المشاعر دي، هي يعني دي من بالنسبه لنا على الاقل دي من الاصعب المشاهد اللي كانت بتقابلنا طول الوقت في المسلسل. المشهد اللي فيه الرباعية مع جعفر بتاع صاحب الجدع اللي خلاص بنفهم هنا ان نعيم صاحبه وجدع وفي كتفه وظهره، كان قلبنا اطمن بقى بعد الاغنية دي يعني إيه؟ لحد كبير كان قلبنا اطمن خلاص ان نعيم مش هينفع بعد الاغنية دي. عايز اقول لك برضه كل الناس عارف تقول لك ده كمين، ما كتب المخرج محمد سامي يا خوفي يا كذا، فابتدينا طب وبعدين بقى يا جماعة في اللي بتعملوه فينا ده، احنا عشان حس ان نعيم احنا اطمنا فهو او فهو بيضحك علينا عشان هيجي في الحلقه 30 برضه نعيم هي لا انا اجمل في شفته من شويه، لقيت حد كاتب انتظروا خيانه نعيم في الجزء الثاني، فهو هم مش عايزين يقتنعوا ان هو كويس لحد دلوقتي. يعني احنا بنشكركم جدا على جعفر العمده وعلى الحاله الجميله اللي عملتوها بجعفر العمده بين كل الناس، ويمكن وجود مثال زي نعيم في المسلسل يخلينا نفضل دايما يعني مصدقين ان الخير موجود طبعا فينا طبعا وان الجدعان والناس الجميله دي موجوده في حياتنا، لكن احنا اللي بس نركز في اختياراتنا ونبص حوالينا كويس. انا ببارك لك يعني بشكل شخصي، وان شاء الله يعني دايما نشوفك في اعمال ناجحه وقريبه من قلب الناس، لانه اعتقد انه مسيرتك بعد نعيم كمان هتفرق كتير. ان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق ويكتب لكل الناس التوفيق والخير والسعاده يا رب، وكل الشعب المصري في احسن حال يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. الفنان عصام السقا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.